السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم 6/11/2021 في مصر. أسعار: بلغ سعر اليورو نحو 18 جنيه شراء، 18.28 للبيع. وسعر الجنيه الاسترليني 21 جنيه للشراء، 21.56 للبيع. أما الفرنك السويسري 17.10 للشراء، 17.27 للبيع. أما سعر الميتين سجل 13.68 شراء، 13.86 للبيع. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.